معبود وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المحمود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف مولود صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما سبح ملكه في سجود أيها وبادروا إلى أداء المفترضات واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها المؤمنين من بريته إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الذي سبح في يده الحصى ونبع من بين أصابعه الماء اللهم فعل أشرف خلفائه الراشدين وأفضل أمرائه المرشدين وهو الإمام الشفيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق اللهم اطلع للإمام المعظم في الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اللهم ارض عن سيد الأفغان أمير المؤمنين عثمان بن عفان اللهم ارض عن مذهب العجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم ارض عن عمي نبيك حمزة والعباس وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا واجر والدينا من النار اللهم اجرنا واجر اساتيذنا من النار اللهم لا تشف خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر